السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله دوم بخير وصحة وسلام. اليوم عندنا طريقة برمجة ريموت السبلت المكيفات او السبالت الجدارية بشكل عام. طبعا ذن الريموتين الاثنين، ريموت السبلت ماركت اليورك او السبلت الشارب، هن اغلب الاوبشنات والتفاصيل اللي بيهن هن موجودة باغلب ريموتات، فانا اختاريت ذن الريموتين لأن موجودات كل التفاصيل لبقية الريموتات وبقية الماركات والشركات والمصانع اللي تصنع الأجهزة التبريد. بس قبل لا نشرح لكم، يا ريت تدعمون الحساب بلايك ومتابعة وتفعيل زر الاشتراك والجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد بعالم الأجهزة الكهربائية والمنزلية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبدي هنا، أنا اللي راح نخلي سبلة هذا النموذج لسبلة الشارب ريموت، لأن هذا نوع أغلب الأوبشنات بيه. تمام، هاي من هنا تشغيل الريموت. طبعا أنا منزل أيضا شروحات على بالقناة إنه بداية التشغيل وتحويله. هنا طبعا نختار المود، شنو نريده. تمام، نريده تبريد، هنا نريده إنه سحب رطوبة، هنا نريده فقط فان، أو نريده حار. احنا هنا طبعا شغلنا بالتبريد، شو هنا احنا شغلنا بالتبريد، شغلنا بالتبريد. هنا طبعا للمعلومة احنا هسه ذلني هاي يعني هاي كبداية للريموت او طريقة تشغيله، بس اكو اسرار هواي ان شاء الله بنهاية الفيديو راح نذكركم اياها عن الريموتات بشكل عام. هنا طبعا كل ما ننزل بدرجة الحرارة يعني يزيد البرودة مال السبلت. تمام، هنا عندنا توربو، هنا هاي طبعا ذني على المنصان، هنا الفان، شوف الفان كل ما ندوس كل ما يصعد اكثر. هنا عندنا انه الاتجاهات يمنى يسرى. تمام، هنا عدنا الاتجاه اللي الفتحه مال الباب لفوق او لجوا او تريدها تنزل. تمام، هنا عدنا السليب اذا تريد انه الصوت يصير قليل بالجهاز التبريد، يعني تريد تنام يعني، او توقيت نوم يسمونه او تبريد النوم يعني، هي شيء يسموه. تمام، عدنا التايم، هنا التايمر، تفعيل التايمر يعني تريده بعد نص ساعة ويشتغل. تمام، وهنا تريده ورا نص ساعة وينطفي، يعني هنا تشغيل، هنا الاطفاء. تمام، عندنا هنا ايضا توقيت الكلوك، يعني توقيت سريع. هنا عندنا الشجرة، هاي هذا الاوبشن اللي يعمل على فلترة الهواء الموجود داخل الغرفة، إذا أكو روائح، إذا أكو واحد فرض شرب جغاير أو فشي أو ريح. تمام، هذا يعني أو ريح إنه مكروهة أو يعني فد رطوبة، هذا يسحب الروائح ويسحب كل الأتربة أو الرطوبة الموجودة بالمكان أو الغرفة. هنا أيضا هذا الأوبشن، شوف يطلع لنا كوات، هذا يطلع لنا سماعة، هذا يعني انه يشتغل السبلت بصوت قليل جدا، حتى خاف واحد انه يزعجه صوت، او واحد عنده فرض التصوير، او واحد انه ده يخابره ما يريد صوت عالي، وهذا يخدمه ايضا بانه يقل الصوت السبلت. عندنا الاكس فان هنا ايضا يساعد انه على ايضا قوة دفع عالية. وهنا عندنا اطفاء الانارة الموجودة بالسبلت. دائما اكو ناس يشوفون اكو انارة اللي هو تطلع درجة الحرارة او البرودة او الاوبشنات، يصير هاي العلامة بالسبلت، هذا الاوبشن، هذا اللايت يطفيها. يعني اذا اكو ناس انه من تنام ما تريد ضوء على عيونها او يصير مقابلها الضوء، فهذا يطفي
الإنارة ماله ثبت. هذا إطفاء الإنارة ماله ثبت حتى على مود إنه لا يأثر بالعين. أيضا واحد من الخبايا والأسرار مال السبالت إنه هاي العلامة ندوسة السهم الفوق والجوة اللي هو قفل الأطفال حتى إنه ما حد يقدر يلعب بالسبلت. شوفوا بعد إيش تلعب بالسبلت ما يدوس، يعني يقفل على برنامج معين ما يدوس حتى الأطفال ما إنه ما يلعبون بالريموت، وتقدر تلغي القفل أيضا بنفس الدوسة. أكو هواي ناس تتحول عتب السبالت، تمام، اكو هواي سبالت تتحول للدرجة الفرهامت، تمام، درجة الفرهامت من المئوية للفرهامت. اكو هواي ناس تجي تخابرني تقول لي يا بضيع تحول عندنا سبلت فرضا 61، تحول عندنا 80، تحول عندنا 90، شلون نرجعها للقياس المئوي؟ ندوس المود وندوس السهم الجوا، شوف رجع نفس الشيء، رجع طبيعي. واكو ايضا بعض السبالت اللي هو اي فيل، عتم هذا الاوبشن اي فيل، هذا الاوبشن انه يحول درجة الحرارة اللي كانت تنقرة بالسبلت يحولها للريموت. وين ما يروح الريموت بالغرفة، يعني بالمكان بالداخل الغرفة، يروح التبريد وراه او يزيد قوة التبريد الى ان يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة اللي تكتب بالجهاز. فاذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك ومتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته، واي استفسار كتبوا لنا بالتعليقات وانا اكون بخدمتكم. تحياتي.